يعني انت بتمثلي مسرحيات للاولاد؟ مشان هيك لابسه زهر؟ هيئتك من الممثلين يلي بيعيشوا ادوارهم بالحياه كمان. انت عم تظهر معه من ورا ظهري. انا بدي اظهر مع بيبي؟ هيدي مره مكتره بيبي. انا كثير بحبك سيسي. يمكن انا كمان. لازم تنتبهي له كثير منيح لانه وضعه خاص حرام. ما حدا بيحبني. ما حدا فينا بيتوقع شو القدر مخبي له. مليون دولار مثلا؟ هودي لإلي. قصحك تقولي للبغلسجية. عشو عم تنبشو؟ وين في اجي كبيرة؟ عم فكر وسع الشغل وجيب لي كم طاولة جديدة. وين المصريات يا سجية؟ سوري تيتا. ليش ببيع حلت هيك؟ مثل ما عرفت صار معها حمى قوية لما كان عمرها 8 سنين وللأسف عطوها دواء فاسد. أثر على دماغها ووقف نموها الفكرة. يعني هي مش مجنونة، هي بس عمرها 8 سنين. كثير بحبك. أنا كثير بحبك هون. أنت بحاجة لمرة، وهي ما بحياتها حتصير مرة. أصلا ما بحياتها رح تطلع من هالعصفورية. ما تفلي بليز. في ناس قد ما كبرت بحياتها بتبقى صغيرة بمقامها، وفي ناس لو كانت صغيرة بعمرها ممكن تعمل العجايب ببرقتها.